الطوموبيل وكيل الموتور وكيل دابا الطاكسي فين ضرب بالضبط؟ هاو 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 ضرب هنا ومشى دار لك السيده في البلاصه اللي هي بعيده. شوف على هنا تقريبا مشي واحد 500 متر 500 متر وعاد دار الحديده. ها هو فين دار؟ بارزق السلام والله يستر ويصلح. لومبيلونس وي هادي لومبيلونس مالو قوة الناس اخويا ومن وليد الدوم الله يرحم لك الوالدين. السلام عليكم. بمنطقة عين سبع الحي محمدي وبالضبط قرب من شارع حزام الكبير كنستضفوا مع واحد الحادثة سير خطيرة خطيرة جدا اللي كان أسباب ديالها هي هذا الطاكسي هذا اللي فقد التوازن ديالو وضرب في واحد الشاحنة كبرى ومن بعد 500 متر دارت به السيارة ديالو اللي هي الطاكسي الكبيرة. خلفي هاد السيارة الصغيرة من نوع 205 دخلت في هاد التريبورتور هذا وتكونت واحد الحادثة اللي هي خطيرة بزاف. الأسباب اللي كان ديالها هو مول الطاكسي تنقل بسرعة المستشفى محمد الخامس بالحي محمدي وكذلك صاحب الدراجة اللي تريبورتور اللي كان قال لك تهرس من رجليه وتهرس من يده في حاله خطيره جدا اللي مشى على ضحيتها حتى هو السبيطار محمد الخامس وكذلك مول السياره 205. الحمد لله قدر الله ما شاء ما كاينش حاله الموت ولكن كاين اضرار صحيه خطيره وكنتمنوا من الله السلامه والله يستر والله يدير شي تواجد خير. هذه قربة العيد الاضحى كتكون المشاكل كثيره وكثيره بزاف كنتمنوا الحيره والحذر الناس السائقين. ناري العذاب هذه